العربي لأول مرة في النهائي، أما الغرافة فللمرة الثانية بعد موسم 2015-2016، لكن القاسم المشترك بين الفريقين هو بطل جديد لأغلى كؤوس اليد القطرية. في الطريق نحو نهائي كأس سمو أمير البلاد المفدى لكرة اليد، رفض الغرافة الانصياع للمفاجآت. كان مرشحا بارزا لبلوغ المحطة الختامية، لكنه عانى كثيرا ولم يتمكن من تجسيد هدفه إلا بعد الاحتكام إلى الضربات الترجيحية. وأمام منافس عنيد اسمه الخور، أسال العرق البارد لأبناء المدرب شوقي بلقاسم الذي يصر على نيل اللقب الذي ينقص خزائن الغرافة، وهو المعول على تشكيلة لاعبين تمزج بين الخبرة والطموح، إضافة إلى وجود الحارس المتألق أحمد المنياوي. والله تعرف هذا كاس في نهائي كاس سمو الأمير، التحضيرات تكون أكثر نفسية من أنه تكون فنية أو تكتيكية. فأعتقد أنه العمل قاعد صاير من بعد مباراة الخور في نصف النهائي اللي كانت مباراة ماراثونية لحد الركلات الترجيحية، فاللاعب احتاجوا أكثر راحة وأكثر شغل نفسي. وتحت عنوان كتبته سواعد العربي، أزحنا حامل اللقب ويحق لنا أن نطمح في معانقة اللقب، يدخل العرباوي مواجهة النهائي وهم المنتشون بفوز صعب جدا على حساب حامل اللقب الوكرة. صحيح أن الفارق في مباراة ما قبل النهائي كانت هدفا واحدا فقط، إلا أن الوصول إلى هذا الدور يؤكد أن العربي بلاعبيه المتميزين قادر على التتويج بالكأس الأغلى. تحضير الفريق راح يحضر بسيكولوجي يكون كثير، لأن باش تقلل من ضغط المباراة، لأن تكثير الضغط في المباراة راح يسبب لك أخطاء اللي لا ماشي متعود يعملها، لأنه نهائي، لأنه اللاعب يبغي. هذا هو اللي راح نركز كثير في الجانب البسيكولوجي. مواجهة الكفة المتوازنة، مباراة الحظوظ المتساوية، فمن سيلتحق بركب الأندية التي نالت شرف رفع الكأس، كأس سمو أمير البلاد المفدى لكرة اليد؟ لأخبار قنوات الكأس، عماد الدين بوجناح.